السلام عليكم ورحمة الله. أنا بسجل دلوقتي بعد نص ساعة تقريبا من امتحان الـ PMP. الحمد لله ربنا كرمني، عديت منه above target. أنا يعني الفيديو ده مهدى مخصوص للمهندس إيهاب. الراجل بصراحة أنا مش عارف هو بيلاقي وقت منين، يعني هو كان ما بين شغله العادي والكورسات واكيد البيت، يعني فانا مش عارف هو كان ازاي بيلاقي كميه الوقت دي ان هو يتابع معايا يوم بيوم وساعه بساعه تقريبا. كان ورايا دايما، كل لما اتاخر ولا انخ شويه الاقي الكرباج نازل عليا يعني. ف انا بشكره جدا والحمد لله، ونصيحه يعني اي حد ياخد الكورس ابتدي وابتدي بسرعة وما تحبطش. الموضوع في الأول بيبقى صعب، بعد كده إن شاء الله الدنيا بتبقى بسيطة ولطيفة جدا، وربنا يوفق الجميع إن شاء الله. شكرا.